أمينة رشيد خالتي، فبالتالي ما يمكن لينا نقول لا بأن فقدته وفقدته كذلك وفقدناه في أسرتنا. أعتقد أنها من الضروري أن تعيش لحظات صعبة بالنظر أنها عاشت حياتها بالكامل إلى جانبه، وكانت علاقة وطيدة بينهما، علاقة زواج، علاقة حب، علاقة ود، لكن كذلك علاقة فنية كبيرة. نقول لخالتي تصبر، لأن أنا فقدت والدتي اللي هي صديقة خالتي قبل شهرين من الزمن، وبالتالي ممكن لي نقول لها إلا تصبر. القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا وصفاء الفنون المغربية على مدار أكثر من نصف قرن بنضالية كبيرة وبروح وطنية عالية إصداراته الخاصة التي تتجاوز 65 إصدارا متوفرا على حسابه الخاص ويوزعه على كل الفاعلين في الحقل الثقافي والفني والإعلامي مجانا. أشهد أن هذه الخزانة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.